خليني أسألك سؤال 2023، احنا رايحين فين يا دكتور؟ زمان انت كنت بتدور على خبر في الاهرام في اليوم السابع لو حصلت حاجة، بعد كده بقى يجي لك اس ام اس، بعد كده بقى عندك نيوز فيد بيجي لك الحاجات فيه، بعد كده في جوجل، بعد كده النهارده في تشات جي بي تي. النهارده حصلت حاجة في ليبيا في السودان، هخش كده على تشات جي بي تي اقول له احكي لي اللي حصل، هيحكي لي جذور الصراع. انا بقى كاعلامي رحت فين لما انا يعني زمان كان عندي جهد ان انا اخش على جوجل واشوف قصة مكتوبة في موقع اجنبي واربط واشوف الصح من الغلط واقارن. قوليلي بقى احنا رايحين فين؟ بص حضرتك، هو عموما مفيش وسيلة اعلامية بتيجي تمحو وسيلة تانية، كل حاجة ما زالت موجودة، لكن يفترض ان احنا بنطور نفسنا باستمرار. بالنسبة للآلة او بالنسبة للذكاء الاصطناعي ولوغاريتمات السوشيال ميديا وعالم العالم الافتراضي، مهما كانت ذكية مش هتكون بروح الإنسان. يعني أنا لو هعمل محتوى ولا حاجة ولا ستوري، قصة خبرية ولا فيديو جراف ولا انفوجراف، أنا لازم يكون في اللمسة البشرية فيها. يعني حتى المذيع اللي هو بقى رابط دلوقتي، وشفنا حالات زي كده، مهما كان أنت كإنسان مش هتحب أن أنت يعني ده يكون هو ده اللي اعتمادك الأساسي فيه. فين روح التفاعل؟ لو بتعمل محتوى، المحتوى ده له زاوية، له زاوية. ده الإعلام قايم على الإبداع، مش مجرد تجميع معلومات وإن أنا أعمل مونتاج وأجيب صور وخلاص وعلى كده. فين الزاوية؟ فين الموضوع اللي أنت عايز تقنع الناس بيه معايا؟ والإعلام من أساسيات وظائفه أو مهمته إن هو يبقى مقنع. ده لو بتقدم فيلم عايز ترسم الشخصيات بطريقة معينة، حتى الفيلم الوثائقي، حتى القصة الخبرية العادية، بتقدم الشخصيات اللي بتسوق دايما الموضوع في اتجاه معين علشان تقدم وجهة نظر منظرك كمبدع، او تقدم رسالة لها معنى. مهما دخل تشات جي بي تي ولا غيره، مش هيحل محل الانسان. بس دي كلها من مرحلات التكنولوجيا الطبيعية العادية. ان احنا مرحليا يا دكتورة، يعني لحد دلوقتي، وممكن يكون مثلا في مجتمعاتنا احنا مثلا نقول في الخمسين سنة الجايين، مهما كان احنا حتى كمان شعوب عاطفية شوية، فاحنا نحب التواصل بشكل كبير، التواصل البشري، التواصل الانساني. فانا مش متخيلة ممكن الذكاء الاصطناعي يتم استخدامه في نيوز روم علشان يساعد معنا في انجاز الوقت، لكن زي ما بقول لحضرتك صناعة المحتوى نفسه وروحه وزاويته بس هيقل فيه العنصر البشري. ما ده اللي انا قلته من شوية، ان المؤسسات الاعلامية متجهة للاتجاه ده، بنقلل العنصر البشري من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة. تاني حاجة، من خلال ان البشر نفسهم اللي شغالين او الكاليبرز او الكوادر اللي موجودة عندي كمؤسسة، بيبقى هو مالتي سكيلز، قادر ان هو يطور من نفسه باستمرار. عشان كده جانب التدريب مهم جدا، سواء كان لطالب لسه داخل الكلية او سواء كان لحد بقاله كتير جدا في المجال، يعني زي حضرتك، زي حضرتك، زي انا، كلنا لسه بنتعلم ولازم نكون up to date. معايا كمان الفترة اللي جاية، بما ان الاعلام التقليدي فرص العمل فيه برضو مش كتير علشان تستوعب الاعداد الكبيره جدا اللي داخلين كليات الاعلام سواء كان في خاص او في حكومي، فالاعتماد الاكبر على الاعلام الرقمي بكل بقى انواعه. عندك ده الباب الخلفي او الحل لل ده الحل الامثل، الباب السحري، الفرص ان الناس بتفتح شانلز لنفسها وبقت بتقدم محتوى اللي هي عايزه تقدمه على القنوات، ويمكن عشان ما بقاش حد عنده القدره انه يقعد فترات طويله بيتعرض للتلفزيون، فكره ان انا بفتح في الوقت اللي انا عايزه بالشكل اللي انا عايزه اشوف اللي انا عايزه، ده موجود على الانترنت او على المنصات الرقميه المختلفه، اعتقد ان ده بقى حل. بس احنا ناهل نفسنا بقى في مهاراتنا علشان نعمل محتوى كويس على المنصات الرقميه، لان الاتجاه دلوقتي بين الشباب اللي بلمسه ان بيحبوا يتعلموا المهارات التقنيه لانها بتدي نتيجه مباشره على طول، ان انا اتعلم مونتاج، ان انا اتعلم تصوير. معايا؟ طيب الفكر، يعني لازم اكون مطلع، لازم اكون بتفرج وبشوف حاجات كتير، وبعدين المس اشوف في نفسي انا اقدر اني انا او انا مهتم بايه، واقدر اطلع من حصيلتي وخبرتي وان انا بتابع وان انا بشوف وبقرا وبناقش وبجادل، اطلع بقى محتوى شكله عامل ازاي انا بعد كده. معايا؟ فالجانب الذهني او الفكري هو ده اللي قايم عليه الجانب الابداعي بشكل اكتر. التقنيه تيجي تخدم على الناحيه دي، لكن الاساس او العظم بتاع مهنة الإعلام سواء كان رقمي أو جديد أو عفوا أو قديم أو تقليدي، يعني هو الدماغ. يبقى في عند الطالب دماغه بيقولوا عليه حلوة،
يعني عنده توجه، عنده فكرة، عنده رؤية. الشباب معظم استخدامهم للسوشيال ميديا بيبقى في الحاجات اللايت، يعني لما بنبدأ نقول يعني في بعض الفرص بشكل شخصي بتجيلي أني أنا مثلا أرشح بعض الشباب اللي يقدروا يكتبوا محتوى جد مثلا معايا، بلاقي صعوبة شوية ان يبقى في الفكره ولا في اللغه ولا في التناول. الكتابه اصعب حاجه في الكتابه. الكتابه فعلا في مشكله في الكتابه عموما، دايما الورق عموما في اي مجال ابداعي محتاجه خبرات في النهايه. يعني سهل ان انت تتعلم حاجه زي المونتاج زي التصوير، هي حاجه بتكتسبها سريعا وسهل تسيرش تجيب معلومات وسهل، لكنك تكتب انك تصنع جمله دي بتحتاج خبرات مش هتقل عن 30 سنه، يعني ما تبقاش مش 20 ولا 25، انا بقول 30 ده اعتقادي. انك تبني، ما هو اي رساله اعلاميه عباره عن ايه؟ بنى جمله، تعرف البنى ده كويس. انك تبقى متسلسل الافكار وتدعم فكرتك وتجيب مصادر.